وصباحنا مصري. وطبعا من ايام الاعياد بقى كل سنه طيبين، خلاص عيد الاضحى المبارك. هنرجع ان شاء الله يعني من بكره او من يوم الاحد بالتحديد لاعمالنا ولشغلنا مره ثانيه، لكن طبعا اجازه سعيده وعيد اضحى مبارك، كل سنه طيبين. وبصبح على زميلتي المتألقة سارة شينولا، كل سنة طيبة يا سارة وعيد أضحى طيب وبالصحة والسلامة. زميلي العزيز حسان بشير، وصباح الخير على حضراتكم في كل مكان مشاهدينا الكرام، لسه في أجواء العيد بالفعل. نتمنى لكم أجازة سعيدة إن شاء الله وعيد سعيد عليكم وعلى كل الأحباب يا رب في أتم صحة وأفضل حالة. النهاردة معاكم فقرات وأخبار إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم، خليكم معانا. والنهاردة يوم مميز جدا، ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة عام 52، طبعا ذكرى تاريخ غير مسار الحياه عند المصريين، غير تاريخ مصر بالمعنى الحقيقي. طبعا العداله الاجتماعيه والحق رجع لاصحابه بعد طبعا كان يعني فتره عصيبه جدا فعلا، والفتره دي مرينا بها في 2011 بعد حكم الجماعات الارهابيه، وجات مواكب مع ذلك ثوره 30 يونيو، وازاي حققنا فعلا معجزه من خلال تلاحم الجيش المصري مع الشعب المصري في ثورتين. صحيح. هنسترجع مع حضراتكم ذكريات جميلة، ذكريات فخر ومجد لمصرنا الحبيبة، وأيضا لدور الشعب المصري اللي هو كلمة السر دايما في كل الأحداث المهمة على مدار هذه الحلقة إن شاء الله مع حضراتكم في فقراتنا. ولكن خلينا الأول نشوف أهم ما جاء من أخبار على مدار 24 ساعة اللي فاتوا، ونبدأ معك مع بعض. الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني تطوير منظومة الصناعات البحرية، وأيضا الاستفادة من خبرات شركة دونين البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية. في الذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة، الدولة تستكمل أهداف الثورة النبيلة وتمضي في بناء الجمهورية الجديدة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة. السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا، والحجاج المتعجلون ينهون أداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق.